ماما كوكوشي الله يعطيهم الصحة واجدين يعني قايمين بالدور تاعهم، ولكن فيما يخص هذا الوباء كورونا أنا نقول للمواطن هو الأول المسؤول على لا سيكيوريتي تاعه من ناحية هذا الوباء ومسؤول على أولاده، لأن احنا في أيام تحسيسية واش غادي نقولها؟ غادي نقولها الأولى باش يتفادى هذا الفيروس لازم أولا يستعمل الكمامة هذه، وثانيا بسم الله الرحمن الرحيم. شوف هذا اليوم التحسيسي اللي قامت به الخلية الأزمة نتاع الولاية بمشاركة تاع مدير الصحة هي الأولى، لازم المواطن يكون مسؤول على نفسه أولا وقبل كل شيء، لازم يعرف باللي هذا الوباء في خطر، لازم يحذي روحه ويحذي ولاده. في الأيام في هذا اليوم التحسيسي هذا غادي نفهموهم باللي هذا الوباء خطير، الأولى لازم يستعمل الكمامة، هذه الأولى. ثانيا باش نقضيو على هذا الوباء لازم كل واحد يعتبر نفسه باللي مريض باش ما يعديش لاخر، ما نسلموش على بعضنا بعض غير من بعد. هذه النصائح رانا كلهم نقولوها لازم يطبقوها، ولازم المواطنين يتباعدوا على بعضهم بعض، ما يتزاحموش، لأن هذا الوباء يعني إلي فاسيلمون كونتاجيو، يتمشى في خفيف، إذا نبعدوا على بعضنا بعض وما نسلموش على بعضنا بعض. هذه هي اللي بغيت نقولها لإخواني المواطنين تاع المالح باش نخضيو على هذا الوباء، وهي ثاني كون نزيدوا نقعدوا في ديارنا أحسن، كون نزيدوا نقعدوا في ديارنا ما نخرجوش بزاف وما نتلاقوش مع بعضنا بعض، هذا يكون أحسن، وشكرا.